والمشاركين معنا منذ البارحة ضيف الأستوديو اليوم الوزير الأسبق للتجارة وكذلك الخبير المالي والاقتصادي سي محسن حسن. سي محسن شكرا على تلبية الدعوة. أولا صباح الخير سي حاتم، بارك الله فيك. أنا كل مرة وين تستدعاني راه يكون لي شرف كبير باش نجيب حذيك، خاطر نعرف قديش التوانسة يستمتعوا بهالحصة وقديش يسمعوها، وهذا شرف كبير. شرف لي نحن سي محسن. الانطلاقة مناش هي كانت البارحة فما جلسة هامة جدا، نعم، وبداية حوار نشحت هذه المنظمة في لمان نخبة من خيرة الاقتصاديين الإعلاميين الفاعلين في المجال الفلاحي، وفتحت حوار حول رؤية المنظمة اللي هي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول وثيقة توجيهية قطاعية للمخطط الخماسي للتنمية وسابقة معناها. نعم نعم، الحقيقة وقع دعوتي ومشكور السيد الرئيس سعد مجيد الزار. علاش سعدت بهذه الدعوة؟ الحاجتين، لأني نؤمن تويكا وأنه بلادنا يلزم يكون عندنا مخطط خماسي قادم يختلف عن المخططات السابقة. إلوما يلزمنا مخطط خماسي جديد يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة. المعطلين على العمل متاع السبعينات والثمانينات ما هماش في نفس التكوين متاع المعطلين على العمل متاع 2020. حاجيات الجهات الداخلية متاع 20 ما هماش في نفس حاجيات في السبعينات، وبالتالي توا يلزمنا منوال تنموي وطني جديد يكون إدماجي، يدمج الجهات الداخلية، يكون مستدام، يأخذ بعين الاعتبار البيئة وهكم ريتوا أهمية البيئة خاصة بعد أزمة الكوفيد، يكون كذلك وأزمة الكوفيد تحدث عليها روش نقرخ قبله وبعد الكوفيد هذا أكيد. يكون أيضا منوال اقتصادي جديد يعتمد على القيمة المضافة العالية. في السبعينات الهدنوير الله يرحمه عمل منوال اقتصادي يعتمد على المناولة لأنه ما عندناش خبرات، العمل متاعنا ما عندهمش تكوين. اليوم من الحاجات الباهية في تونس والخايبة في نفس الوقت عندنا ألاف المعطلين من الدكاترة، يلزم منوال اقتصادي يكون مبني على القيمة المضافة يستوعب أكل كفاءات أذيكة اللي متكونة، ويلزم منوال اقتصادي مبني على ثلاثة قطاعات، قطاع الخاص والعام والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والفلاحة. وتحدثت البارح على الاقتصاد التضامني يا سي حاتم، اللي نحب نركز عليه هو الفلاحة يلزمها تكون هي القلب متاع المنوال الاقتصادي الجديد، وهذا النجم من توا نخدموا عليه ونركزوا عليه، وهاكم ريتوا في فترة الأزمة ما نلقاو كان الفلاحة. كل القطاعات تراجعت بعد الكوفيد إلا القطاع الفلاحي سجل نمو إيجابي. قديش عمل؟ أربعة فاصل. يعني لولا لا قدر الله يعني ما كانش فما نمو إيجابي للقطاع الفلاحي كنا نكونوا في نسبة انكماش عمرها ما صارت أكثر من 12%. مش نبدأ بالجانب هذايا معاك في الجزء الأول، وش يكون معنا بعد لحظات سي عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لأنه نجحوا أيضا في حاجة أخرى. كانوا في احنا نبحث عن الحوار ونلم رواحنا في حوار، نجحوا في هذه المبادرة كمنظمة وطنية تونسية عندها دور فاعل. سعد مجيد الزار شكرا على تلبية الدعوة، موجود معنا سعد مجيد على الخط الهاتفي، مرحبا بك ومبروك على هذه المبادرة اللي نجم نقوله سعد مجيد بداية الغيث قطرة. صباح النور سيد رئيس. نهارك اسعد ليا. شكرا سي حاتم، شكرا سيد الوزير سي محسن حسن، وهذا معناها لقاء بالفعل معناها رائع جدا او صوره رائعه. انا كنت نسمع فيكم معناها بالنسبه للمبادره او المحاوله اللي عملها الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري في ايجاد ورقه اللي هي ممكن تاثر حوار، ونعتبرها ورقه اوليه عرضناها على خبراء في البلاد، الناس المهتمة بشأن تونس معناها اللي إسرعها
ولتعميقها. اولا لانه احنا في تناسق وتناغم، لانه نعتبر انه الفلاحه هي الحل. وكنا عملنا كتيب في هذا وقلنا راهي الفلاحه هي الحل، هي اللي فعلا معناها مؤشراتها سواء كان وقت كوفيد، ولكن مش وقت كوفيد برك ازمه صحيه، انما حتى وقت الثوره والا وقت عمليات الارهاب وهروب، سواء كان في معامل الوصفة صندوز وغيرها، سواء كان معناها بعد تلك السياحة وضربة السياحة واللي احنا نعتبرها رافد مهم في الاقتصاد البلاد، ولكن راهي قطاعات هش، قطاعات ما هيش مبنية على أولاد بلادنا، ما هيش مبنية على التونس بالأساس، إنما فيها معطيات أخرى اللي هو الشأن الدولي والشأن العالمي، وقت اللي معناها تولي أقل خبر ينجم يتضرب اقتصاد البلاد. نعم. اللي هو هذا معناها ما يمكنش أنه يكون هو البناء الصحيح. فأولا هذا من هذا معطى معناها واقعي، ولكن زاد أيضا إذا كان نتعمق مع الناس مواد أو مواد هنا ما بقت لنا إلا الفلاحة، واللي معناها أثبتت أنها هي الأقدر. فمعناها المؤشر النمو الأخير اللي هو 4.4 في القطاع الفلاحي، وهو المؤشر الوحيد الإيجابي، بينما بقية المؤشرات في قطاعات أخرى وصلت إلى 8 معناها نيجاتيف، يعني أي سلبي صحيح، إلا 8 وحتى عنا إلا 10 يمكن، حتى إلا 10 فعلا انسحاب. وبالتالي معناه هنا اللي احنا حبينا معناه في هذا الظرف اللي هو فعلا احنا وضع بلادنا، الناس كل تعرفوا الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي، وهو متأثر بالوقت بالوضع السياسي في الحقيقة. فاحنا وكيفية تنزيلها على أرض الواقع، فمعناها هي ممكن أنها تكون معناها منطلق لحوار يجمع الناس كل، يجمع المتدخلين الكل، يجمع معناها كل من يهمه أمر تونس. وبالتالي معناها أنه هذا وفيما بعد سعد مجيد به عملنا، والبارحة قدمتوا توما الوثيقة دراستكم من خلال الخبراء اللي عندكم، وطلبتوا التفاعل من طرف خيرة الخبراء أيضا الاقتصاديين ووزراء سابقين كانوا أعضاء من مجلس نواب الشعب، إعلاميين فاعلين، طلبتوا أنه باش يضيفوا لهذه الوثيقة. فيما بعد يا سيدي حضرت احنا هذا هو الآن مفروض أنها الحكومة والدولة عندها مستعمل مخطط قماسي 21-25. فهي الورقة نحبها هي اللي تجمع كل هالخبراء هذوما، واللي هما مش يكونوا فاعلين بالتأكيد معناها في معناها في بلورة المخطط القماسي معناها 21-25. فبالتالي هذا هو تنزيل للورقة، هذه هو تهيئة باش ما يتتعملش المخطط الخماسي في بيروات، ما يتعملش معناها تقنيا فقط، ولكن كخيارات احنا حاجتنا به انه تتنزل فيه خيارات،
وحاشتنا في أنه فعلا نمشي نحو الخيارات الصحيحة ونمشي زادة أيضا واقعيين، معناها ما احناش نحلقوا معناها في وعلى معناها انه ايش انجز ولا الناس اللي انجزته كيف ايش انجزته، هذا هو السؤال. واضح سعد مجيد، بربي بعض الاجابات السريعه حتى نستغل فرصه وجودك معنا. هل هي البارح وفيه الحوار ولا نقطه البدايه وش تواصل هذا ونعتبره حوار؟ بالتاكيد هي نقطه البدايه. نعم. واحنا معناها وقلنا معناها في المعلوخيه الكل قلنا ننتظر مداخلاتكم، ننتظر مساهماتكم، ننتظر معناها ما هو مكتوب حتى نثري هالورقة هذه، حتى نعمقها، حتى نرشدها. واضح. لأنه هذا هو اللي هو الأصل، أنه حاشتنا بمخطط. مع السيد رئيس الجمهورية ريت حوار في بيت الحكمة وحضرت فيه مختلف الأطراف، منهم المنظمة الشغيلة، المنظمة الأعراف، هل كنتم حاضرين ولا وجودكم الدعوة؟ لا سعيد مجيد، احنا لم توجه لنا الدعوة، وهذا هو الإشكال. معناه وقت اللي ما وجهت الدعوة لقطاع فلاحي اللي هو معناه نعتبره قطاع مركزي، قطاع محوري معناه في اقتصاد البلاد، ما تقعش الدعوة. مانيش عارف شكون اللي دعا للاجتماع الحقيقة، ولكن اللي أكثر من هذا أنه أنا سمعت السيد الأمين العام يقول لا علاقة له بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، فمانيش فاهم هذا الحوار من أي منطلق وأي واقعية. بالكش في تصورات حكومة.